منذ فجر التاريخ والإنسان البدائي بيحاول يلاقي طريقة يتعامل بيها في حياته باستخدام أدوات بدائية جدا، لكن في يوم من الأيام وبعد آخر جزرة أكلها اكتشف إنه لازم يخترع طريقة يشتري بيها كل الجزر الموجود في الغابة، ومن هنا اخترع نظام المقايضة. وبعد ما الإنسان بنى البنوك واخترع الفلوس النقدية اللي سهلت علينا حاجات كتير، اكتشف إن فيها عيوب خطيرة جدا. لكن دلوقتي وببلاش هتقول وداعا للقلق والكاش، لان بنك الصمود الدولي بيوفر لك اقصى حدود الامان على جميع كروت الائتمان. وخلي غيرك يعيش في الماضي متوتر وقلقان، وانت مع بنك الصمود الدولي عيش في المستقبل دايما فرحان.